في حديث قصة العسيف في آخره: فاعترفت، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت. والسؤال: لو أن المرأة لم تعترف فكيف يكون الحكم؟ إذا لم تعترف فليس عليها شيء، لم تعترف فليس عليها شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الرجم على الاعتراف، دل على أنها لو لم تعترف ما عليها شيء، والأصل البراءة. نعم.